جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. نواصل في إطار البحث عن الحقيقة وحقيقة الإضراب اللي نفذوه طلبة المدارس الوطنية للمهندسين في كامل تراب الجمهورية. علاش هالإضراب هذايا ومستمر إلى متى؟ إضراب مفتوح الحقيقة من مجموعة من الطلبة في مختلف المدارس. معنا زوز طلبة من المدرسة الوطنية للمهندسين في سوسة، محمد الذوافي وأنس الزويري. أنس ومحمد مرحبا بكم الزوز. بيك عايشك. خلينا نبدأ معك محمد، فسر لي علاش الإضراب هذايا، وقتاش بدأ الإضراب؟ هو الاضراب راهو اون برانسيب راه بدا عنده برشا، خاطر القطاع نتاعنا ماشي ويتهمش. نشوف في القطاعات الكل حتى بدات تتصلح بشوي، الناس كل جات ثور، الناس كل طلبت بحقها، المهندس ماشي ويتهمش اكثر. كل ما يصير قرار، كل ما تصير حاجه يبركوه على 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 الدومين نتاع المهندسين كطلبه ولا كعبيد حتى تخدم. دونك احنا كل كيما نقولوها باش نركز على الحكايه الساعه، الاعلام حاول يرد القضية متاعنا، حاول يبعدنا على الهدف الرئيسي متاعنا، رد القضية كل حول التكوين المهني اللي هي مش هي هيك كانت قطرة أفاضت الكأس. هذا اللي قريناه في الجرائد الحقيقة، اللي ميديا تفرجنا الناس الكل، عائلتنا مع بعضنا في الوطنية، في التينين، في الوزارة، في حتى كي خرجت البيان متاعها حسونا اللي احنا مشكلتنا مش فاهمين القانون ومشكلتنا في التكوين ومعنا حتى مشكلة وكل شيء به. طنك احنا وضعية متاع المهندس من يبدا يقرا لين يبدا يخدم، يعني المراحل الكل تعدى بها مهمش. عملنا اضراب، وان شاء الله الاضراب هذا باش يكون مفتوح حتى اللي يتم النظر الفعلي في المطالب نتاعنا اللي هي مطالب جديه وتنجم تتحقق على ارض الواقع ومن غير ما تاثر على حد شيء وفي المدى القريب، ماهيش مطالب نتاع 30 سنه القدام، مطالب هذه ايرجونت. قل لي الاضراب هذا فعليا وقتاش بدا معناتها على كامل تراب الجمهوريه؟ هو الاضراب برشا عباد تتسائل وفما عندها يعني مش فاهمه الحكايه. الاضراب هذا بدا بطريقه عفويه، تنظيم كله طلابي، معنا حتى توجهات ولا خلفيات ولا ايديولوجيات، تلمينا مع بعضنا، كونتاكتينا بعضنا من ليزيكول، وحدنا بلو 5 جانفي بدي خمسة نهار 5 جانفي اعلنا الاضراب المفتوح. بدينا زوز وثلاثة مدارس متاع مهندسين على تونس، سوسة وصفاقس وزوز مدارس متاع صفاقس، وبعد خلطت علينا العديد من المدارس والكلنا يد واحدة إن شاء الله والكل في نفس الاتجاه. خلنا نحكي مع أنس الزويري شوية حول المطالب. المطلب الأساسي واللي حسيت أنه الإعلام ظلمكم فيه على أساس أنه مسألة تحولت إلى مسألة تكوين مهني ودخول جماعة التكوين المهني إلى مدارس الهندسة، مطلبكم الاساسي شنو؟ قبل ما نحكيو على المطلب الاساسي لازم نفهم وراه اللي المطالب نتاعنا معناتها نابعه منا نحن ومشروع معناتها حتى فما برشا مساندينا منهم الاساتذه الجامعيين نتاعنا، نقابه استجابه بالنسبه للمدرسه الوطنيه المهندسين بسوسه مساندتنا. معناتها مطالبنا ماهيش كان على التكوين كما قلت انت، عندنا مطالب واضحه ومشروعه واللي ماناش فاهمين علاش التوا واقفه الامور ولازمتنا الكلام هذا كله، كما المدارس الخاصه. بار اكزومبل عندنا مشكله كبيره مع المدارس الخاصه اللي هي ماهيش متبعه للنورم اللي نورمال تمشي عليهم في القانون. هذا البوان الاولاني، عدم النظر في المدارس الخاصه كيفاش يلزمها تتحل وتتكون. مش نبداو واضحين في البوان هذا؟ معناتها نحن كي نجي نشوف ونحكينا مع الوزاره يقول لك رانا عاملين لجنه تنظر في الحكايه هذيا واش ندرس الموضوع هذا. انا كي راه عاملين لجنه وفما دوز ايكول بريفي اخرين تحلوا فرد عام، الشيء هذا مش معقول. راكي قطاع الهندسه كامل مضرب ونشوف في البيان اللي ما تبدل حتى شيء، معناتها قوش علينا احنا فاهمين القضيه بالغلط وعلى القطاع الخاص الامور مريقله وماشي، ونقولش علينا نحن معناتها من حكايه وحدنا مشيت وهو البوزون موجود. توا لي زيكول ناسيونال دانجينيور يقاسيو من الاف هذيا بصراحه عباد تخدم وتتعب وكل شيء، بعد ذلك يخرج عنده فرد شهاده كيفك انت وماكش متيقن من الكفاءه نتاعو كانجينيور. هذه مشكله كبيره معناتها لازمنا نكونوا واضحين فيها. تخرج ديزانجينيور ماكش سور اللي هما كاليفيي بصراحه كان جاي فما بروجي. علاش الشك هذا في البريفي؟ معناتها المشكله تاع كونكور مثلا انه ما يدخلوش بالكونكور كيفكم انتم من المطالب معناتها الكونكور موجود على خاطر الكورسيوس تولي انجينيور الناس كلنا نعرفوه. فما باك لازم تكون معناتها عندك معين معينه في الباك وبعد كده تعدي عامين بريبا. احنا مشينا ابعد من هكا، ماناش باش نجبروا كونكور للناس كل على خاطر فما ديزيكول كيما لينسات ما يعديوش كونكور، هما يمشيو متالقين في الباك يمشيو من الاولاني. نحن طلبنا ما طلبناش لا كونكور معناتها حاجه فعليه تنجم تعمل في طريق سهل معناتها انه يكون يضمن كفاءه المهندس على خاطر
معناتها كي يخرج مهندس ماهوش كفر ما يقلقنيش البريفي كان يخرج برودوي به. هذا البوان لازم نفهموه. هذا البوان لازم معناتها نركزوا عليه كله، ما لازمناش نبسطوا القضيه نتاع البريفي على خاطر نشوفوا بالحق من الوزاره نتاعنا تبسيط ياسر للقضيه هذه. معناتها يقول لك بار اكزومبل عاملين لجنه وكل شيء، احنا نستناو في قرار فعال تطبيق القانون. معناتها يا اخي اجى قول لي بار اكزومبل اليوم ما عادش فما ليزيكول بريفي، معناتها ما يجيش انت تنظر في قانون باش تبدله وليزيكول بريفي خارجين، خرجوا ديزيكول على علمي انا في 2014. معناتها تو انت كي تنظر في قانون وتشكك فيه على الاقل جمد ليزيكول بريفي اللي موجودين حاليا باش نجموا ننظروا ونبنيوا على القانون الجديد. محمد باي باش نتطرق لحاجه واضحه برشا. اعطيني البيان اللي اصدرتوه بربي خلينا نعمل عليه طلع. المشكله هي مشكله جوده وكميه باش نقولها نبدا واضحين. احنا حابين المطلب الاساسي واللي هو باش يلم مطالب كل توحيد المسالك اللي توصل للمدارس الهندسيه الخاصه والعامه سواء، يعني الناس الكل باش تولي مهندس لازمك تتعدى بمسلك موحد في التعدي كونكور والا ايكيفالونس. المهم كنا نتعديه بنفس واحد باش نضمنه، باش نضمنوا الكاليتي، باش نضمنوا الجوده نتاع المهندس التونسي. حاجه اخرى نشوفوا، يعني عندي شويه ارقام، يعني نشوفوا قداش من عام المهندسين، عدد المهندسين المقبول يعني بالكونكور اللي ينجحوا. عام 2012 عندنا 4891، عام 2013 4314، عام 2014 عندنا 3971. كي نجي نلوج نشوف هكا النمبر ذي طايح ونشوف اللي ليزيكول بريفي ماشيين ويزيدوا اكثر وما همش ليميتي بنمبر. واللي احنا سوق الشغل نتاعنا نعرفوا الناس الكل، يعني حتى المشقار يعرف اليوم مش مستوعب الطاقات نتاع في القطاعات الكل وخاصة في الهندسة. يعني انت السوق الشغل نتاعك ماهوش محتاج المهندسين وقاعد تنتج في مهندسين جدد والكاليتي نتاعهم ماهيش مضمونة. ونسيتك حاجة اخرى، احنا حتى كي باش تخرج سواء نقولوا حتى كان جين هذا يعني نفترضوا موجود، انت تجي تخرج مدرسه وطنيه نتاع تخرج مدرسه نتاع مهندسين بريفي ماهيش مطابقه ما عندهاش كراسي شروط وظيفيه، تلقى ما عندهمش ماتيريال نتاع تي بي ويجيو، والحاله موجوده موثقه في برشا مدارس يجيو يستعملوا الماتيريال نتاع تي بي في المدارس الوطنيه. هذيا ما ظهر لي يعني باش تحافظ مهنه المهندس من بعد كي يجي ياخذ 200 و500 دينار و300 ما عادش ما عندك متلوم، خاطر انت المهندس ما عادش عنده يعني كاليتي معينه، ولا المهندس يعني ما الكفاءة نتاعو مشكوك فيها، الكفاءة مشكوك فيها. دونك حتى والكثرة كما نعرفوا حتى في المواد الغذائية خرج على بعضه يعني ولات مهنة الجميع المهندس. انتم حاطين في البيان نتاعكم تقريبا بعض الارقام بما فيها مثلا قلتوا ينهز عدد المدارس الخاصة للمهندسين 23 مدرسة وامكانية الالتحاق بهالمدارس دون التقيد باي شروط او مقاربة مع القطاع العام، بيان سور لانه مسهل انك تدخل تقرا مهندس في القطاع العام، وقت اللي في القطاع الخاص عندك فلوس تدخل تقرا على روحي. تعبنا في الباك قريت على روحي جايب 17، قريت بريبا ودبلت فيها وتعديت ليكون ناسيونال دانجينيور ومش الحاجة تسحقيتها ما تعبت ووصلت. يجي واحد آخر ياخذ قرض يبيع طرف زيتون يلم حق متاع مهندسة تشتريه ولا تقولش عليك حق شهادة. عندك حق الشهادة تمشي تقرا وتطلع مهندس وتولي. ما عادش نحكيو على كفاءة خاطر نعرفوا يعني البلاد نتاعنا ما مش بلغة يعني ذراعك يا عليف ما عندناش هذه البلاد نتاعنا ماهيش مستوي. عندك فلوس تنجم تطلع كيما تحب، معناتها تخرج ديزانجينيور كفء، معناتها هي تستغل نجم تقول تستغل معناتها في الفلوس نتاع العباد الاخرين على خاطر فما ديزيكول. معناتها ماهمش متابعين لي نورم جملة نتاع ليزيكول ما عندهمش معناتها المخابر ولا سامحني من لوكال حتى اللوكال معناتها ما يكونش لوكال نتاع مدرسة تعطي شهادة مهندس. تلقى عندنا مدارس خاصة في طابق ثاني في عمار ابارتمون معناتها حتى اللوجستيك تحكيوا على تخرج 7000 مهندس سنة 2014 من بينهم 3000 تخرجوا من المدارس الخاصة. معناتها تقريبا المدارس الخاصة تخرج في شطر عدد المتخرجين كمهندس حسب التقريب مش بتطغى علينا يعني خاطر النومبر يعني عاملين معاود الكونكور النومبر اللي نجحنا عاملوا لاني 1000 ولا هي 900 عاملين 670 يعني ماشيين ينقصوا في العام ويزيدوا في ليزيكول بريفي باش نوصلوا لمرحلة يعني البريفي هو اللي بيه الفايده واللي تعطيك شيء واللي هو الحاجه اليوم شنو المطلوب بالضبط الحقيقه حتى يتوقف الاضراب؟ نحن المطلوب منا انهم يسمعونا نشوفوا عندنا مطالب مشروعه ما تستحقش انها لدرجه توصل اضراب. معناتها نطلبوا منهم انهم يسمعونا ويخرجونا قانون واضح لخصوصة المدارس الهندسه وانها تكون كفئه ويتلهونا بالقطاع نتاعنا على خاطر المهندس كما قلنا في البيانات هذوك دي بوان عملتهم ليكول نتاعنا
معناتها كل بوان واضح وبيان ديتايي. وتوا حاليا فما لجنه قاعده تتكون من بنات حركه الطلبه كاملين باش تجمع لي زيكول كل باش يكون عندهم بوان اكثر ويت ايكول دانجينيور ان بو بري باش نحاولوا نوحدوا المطالب نتاعنا ونقدموهم للوزاره على خاطر مطلب جميع المهندسين تو ما نجمش يكون في لي زيكول كل تتشكى من الاف هذيا اللي هي تهمش القطاع نتاعنا معناتها وناخذها بهال معناتها العقليه هذيا معناتها سمحنا باش نعرج على نقطه احنا ما طلبنا يمكن حتى تتلخص في اكثر من غزره الوزاره عملته ما طلبنا تتلخص في حاجتين توحيد المسالك المؤديه للمدارس الهندسيه الخاصه والعامه منها هذه حاجه ما تكيما تنجم تمشي في العام يزمك تمشي في الخاص بنفس الشروط نفس الشروط باش تتحافظ على نفس المعدل على الجوده نفس الكفاءة الكونكور الحاجه الثانيه حبيت فما مدارس قديمه موجوده لازم تتعين هيئه بعيده على هيئه مستقله متكونه من جميع يعني اعضاء المجتمع الهندسي نقول المجتمع الهندسي خاطر احنا مجتمع كامل هندسي تراجع المدارس القديمه المحلوله والمدارس الجديدة تكون ما تحلش يعني كما يجي عندك فلوس خاطر نعرفوا المدارس الهندسية فما قوانين تتيح لك صحيح تبدا عندك مراجعة كراسة الشروط صحيح تبدا عندك مونطون معينة نتاع فلوس تنجم تحل مدرسة هندسية والدولة تعاونك ليه ما لازم تدرس سوق الشغل نتاعك وتحدد كراسة شروط وظيفية لازم تدرس سوق الشغل ما تنجمش كما قلنا تخرج ديزانجينيور وانت ماكش تخدم فيه هذه باش تطيح قيمة المهندس حتى وكان يكون كفء يعني المشكلة في الكمية وفي الجودة انس اللجنة هذيا معناتها موجود سيري المفعول بها في الوزارة وهي ديجا باش تعمل نهار الجمعه 9 جانفي ان شاء الله اما المطلوب انه اللجنه ذي يكونوا فيها لي بارتيسيبون اكثر مشكل في الدومين التعليم كهو في تعليم القطاع الهندسي لازم يدخل الطلبه المهندسين لازمهم يدخلوا فيها إيه ما المطلوب اليوم انس ومحمد الحقيقه هو شكون فيكم قاعد يتفاوض مع الوزاره نحن الطلبه قاعدين نتفاوض إيه ما الطلبه برشا الاف مؤلفه لازم تحطوا ناس ناطقه باسمكم على الاقل ولا اذا كان نسقتوا شكون محمد قاعدة حاليا تو معناتها تكون لجنة من جميع متكونة من ممثلي طلبة اي على المدارس اللي مضروبة الكل على المدارس الوطنية كل هي هذه ان شاء الله قاعدين اون كونتاكت مع الوزارة باش يكون عندنا مع رونديفو مع باب المفاوضات مفتوح حتى لتو مع الوزارة في الخطاب قاعدين نوحدوا في خطابنا قاعدين خاطر شفت احنا زلقونا بعدونا على المطلب الاساسي نتاعنا نوحدوا في الخطاب نعاودها خاطر بالحق صار يعني مغالطة للرأي العام ردوا مشكلتنا احنا مش فاهمين قانون مهندسين مضروبين على الفرق معناتها مش نطرحوا في مشاكل حلول فعلية نحاولوا نكونوا لجنة مثل طلبة وكل شيء ونمشي ونقابلوا المسؤولين نهار الخميس إن شاء الله غدوة باش نشوفوا ما طلبنا ونشوفوا مدى الاستجابة منها خاطر حسب التوضيح الأول اللي هبطته وزارة التعليم العالي ما هوش ماشي معناتها في ليزاتونت نتاعنا نحن سمحني لغة خشبية ليزاتونت نتاعنا نحن ماهوش واصل معناتها نشوفوا معناتها المطالب نتاعنا همشوها ومشاو على جماعة التكوين كهو توا تصير ريونيون إن شاء الله من ممثلي الطلبة كل والوزارة هي حكاية التكوين هذية الهندسي الخاصة برامو هي كانت الضربة القاضية ولا النقطة اللي فيضت الكاس على هذيك هي المشكلة فهذاك علاش ربما ارتكزت الوزارة على النقطة هذه أنه من منطلقها اليوم فما إضراب في جميع المدارس أما هي النقطة هذيك هو البوانس هي النقطة اللي خلت معناتها قطاع الهندسة ما في لجم يسكن معناتها تحس حسيتوا رواحكم تهمشتوا والقطاع نتاعكم ما تهمش اكثر من اللازم عندنا زملائنا ياخذوا 250 دينار يعني مهندس تعب عمره كل يعني 250 دينار اني كتلميذ ما يكفيونيش طرش شهر كي كنت نقرا في البريبا يجي يخدم به مهندس باش يبدا حياته والطموح نتاعو يعني حطمه ما تزيد صراحه يعني ولد حتى نحن كقطاع ولد كما نقولوا يحب ولي يعني باش يضمن مستقبل ولده ما انت ويحصل 15 20 مليون يخليهم يزيدوا شوي في البنك على قريب ما يكبر ولده بعد يطلعوا مهندس يعني ولد مهنه في الجيب يعني بالاخر تشتري المهنه ولا والعمله اللي تكثر منها تيح قيمتها معناتها البوان هذايا نحاولوا نخليه قيمه المهندس في تونس نحافظوا عليها وقلنا نحن كان هذايا تاع التكوين هو اللي فيض الكاس على خاطر وين ماشيين توا معناتها واحد يشوف القدام وين ماشيين معناتها لازم يتكلم سؤال شرعي جدا والموضوع على المتابعه اخر نقطه محمد بلاد كامله نحبوا بلاد كامله راي للمهندسين منتشرين في جميع القطاعات لذلك نحترموهم ونعطيهم قيمتهم خاطر البلاد باش تقوم راي ما تقومش بقطاعات مفرقه المهندس موجود في كل بلاصه في تونس ولذلك نحترمه ونعطيه قيمته باش نجم نقفوا بالبلاد هذه اما كان باش نمشوا باش نضيعوا شكرا لك محمد الضويفي شكرا لانس الزويري زوز
طلبة من مدرسة الوطنية للمهندسين في سوسة هكا حاولنا انتبهوا معكم الموضوع. أكيد يبقى الموضوع للمتابعة في إطار شنو المفاوضات اللي تفتح وشنو المطالب اللي تقبل. إن شاء الله ينظرون وتكون ردة الفعل إيجابية وعلى أرض الواقع. ما فدينا من الكلام والبيانات, نحبوا ردة فعل حقيقية وبوادر للإصلاح. نحب نقدموا خطوة كما احنا إن شاء الله نهار الجمعة 9 جانفي باش يكون نعرفوا معناتها الاستجابة لمطالبنا ذوما صارت بالحق ولا في الاجتماع اللي شي يصير. والجريف متواصل إن شاء الله, الجريف مفتوح إلى حد ينظرنا نشوفوا نهار الجمعة معناتها. واضح, نشكركم جدا, بارك الله فيكم. احنا راجعين إن شاء الله بعد الأغنية هذه نستقبلوا زوز من المشهد السياسي, النائب عن الشعب فيما يخص حزب الفلاحين فيصل التبيني بعد شوية, وأيضا عن حركة نداء تونس نور الدين بن تيشة ضيوفنا. لكن نقبل بعد شوية نسمعكم الباز على الويب, والباز كانت تقريبا على عملية ذبح الأمني محمد علي الشرابي. ابقوا معنا في بوليتيكا. جوهرة FM الدنيا وما فيها.